ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ الف أهلا سلامة بحضرتك عليك يا يا فندم، رانيا، أهلا بيكي. الف سلامة عليك يا حبيبتي. ربنا يخليكي، تسلمي. برحب بيكي وبالدكتور، وبشكركم ميرسي جدا، لذوقك، وبشكر فريق الاعداد على الفقرة الممتازة. أنا متشكرة لذوقك كده. ليا سؤال يا بنتي. انا اتفضلي. ست كبيرة، اختي جالها المرض ده وربنا رحمها وتوفاها من سنة الله كده، يرحمها ويحسن مسؤولها. فهي في الثدي. طبعا احنا كشفنا يعني كل العيلة، ما فيش الحمد لله، هي اول الحمد واحدة لله. في العيلة، كان عندها 60 او حاجة وستين سنة. نعم. هو جه فجأة كده، يعني انا عايز اعرف، ما فيش وراثة خالص ولا اي حاجة. دكتور تحب تستفسر من بص الحاجة أمل؟ حضرتك، بس انا هو عايز الحمد لله، استفسر. يعني أنا رأيي إن كل العيلة كلها لا، العيلة كل ما فيش حد جاله ما أنا المرض. عارف إن بقية العيلة السيدات كلهم اللي فوق. كشفنا. بص حضرتك، العربية اللي كانت بتيجي بتاع وزارة الصحة، رحنا عملنا، كل سنة طب بنروح الحمد لله، نكشف الحمد ونعمل لله، ماموجرام الحمد لله، الحمد لله. كويس. لغاية السنة اللي فاتت رحنا برضو مستشفى بهية، والحمد لله عملنا الأشعة خلاص. كويس كلنا. دلوقتي أنا عايزة أسأل أولادها وأولادي وأولاد، يعني أولادنا إحنا بقى، مثلا دلوقتي سنهم 35 و40، يعني أقل سن كام نروح يعملوا هو من الماموجرام 40، ونكشف؟ من 30 ل 35 كلهم يعملوا موجات صوتية على الثدين موجات يطمن ان صوتية. كل حاجة سليمة. موجات صوتية بس، هي موجات من صوتية. 30 ل 35 يا حاجة أمل. طيب بصي يا رينيا لو سمحتي، نعم. عايزة بقى حاجة يعني من 30 ل 35 يروحوا يعملوها، ايوه. يعني الماموجرام ده هو الموجات صوتية على الثدي. بقى تعمل ماموجرام في الاول، بعد كده ما تعمليش ماموجرام، تعمل بقى موجات صوتية بس. يعني بص حضرتك، في حاجة الأول بتتعمل وبعدين الماموجرام؟ اللي هو الماموجرام يتعمل وبعدين بعد كده نعمل بقى موجات صوتية كل شهر، كل سنة. الماموجرام ده طيب أول حاجة بنبتدي بيها بالظبط. حبيبتي، طيب يا رانيا، وبعد كده الموجات الصوتية. بص يا دكتور، الله يبارك لك والنبي يا رانيا، عايزين يعني حاجة وقاية، أو حاجة يعني تقولوا لنا حاجات للناس كلها مش ليا أنا، عيني من عينيا. من حاضر. حيث المناعة، نزود المناعة، في سواء في الأكل، سواء في طبيعة الحياة، سواء في أي حاجة للناس كلها. لا لا، حاضر. كل حاجة كويسة. من عينينا. ايه اللي حاضر يا حاجة أمل، تأمري. من عينينا. حاضر تأمري. ويمكن السؤال ده كلنا نفسنا فيه دكتور. يعني أنا هدخل نقطة كده، وهي بتتكلم بقى، بنشوف كتير جدا بتطالعنا بعض القنوات الخاصة، ويقول لك إيه الأدوية دي بتحافظ على ان انت لا تصاب بالسرطانات، الادويه دي لو خدتوها بتقوي المناعه وبتعليها. ايه راي حضرتك في هذه الاعلانات انا اللي رايي بنسمع عنها تنسي ده دايما؟ خالص، تنسي ده خالص. العيان ياكل اكل كويس جدا، واخد بالك؟ وبس. يعني يعني لو اكلنا الاكل الطبيعي الاكل الصحي، الطبيعي الصحي وعادي خالص، زي والخضروات والفاكهه عادي خالص، يعني عادي. هل يعني المناعة لما تكون، في أشخاص يقول لك إيه، أنا طول عمري مناعتي قليلة، هل ده دلالة إن هو ممكن يصاب بأورام سرطانية؟ يعني بناء على ايه؟ يقول لك أنا ما بعيا كتير، بتعب كتير، على طول عيان، حاجات كده. لا، يروح بقى للدكتور ويشوف ايه السبب ويعالج المرض ده، الموضوع بس تاني ده خالص. مش دلالة لا 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 على خالص. إنه لازم هيصاب لا بأورام لا لا سرطانية عشان لا لا المناعة تعبانة لا أو فيها لا أي لا حاجة. لا لا خالص. طيب إحنا قلنا إن من 30 ل 35 بنبتدي نعمل الماموجرام، صح؟ ايوه. وعلى سن الـ40، لو جات لك حد في الـ40 بيبتدي ايه الاجراءات بتاعته؟ لا، ما هو يعمل، ما هو اول مره بيعمل ماموجرام وموجات صوتيه، بعد كده كله كويس خلاص نعمل بعد كده موجات صوتيه. يعني المفروض ليه؟ الواحد مننا لو عشان عنده وراثة، ما نعرضش الجسم الاشعاع تاني. بس يعني المفروض ان انا لو عندي عامل وراثة في البيت، او ايوه عايزة اطمن على نفسي وات ايفر، المفروض ان انا كل سنة بالظبط. بعمل عشان يبان. طب معلش انا عايز اسالك سؤال، انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، يعني افرض في عامل وراثي بس مش شرط السد. اي طيب انا عايز اطمن ان انا ما عنديش خلايا سرطانيه في اي مكان ما في جسمي، هل في حاجه اروح اعملها وتقدر تكتشف لي ان انا ايه، ممكن يجي في القولون، ممكن يجي مش عارفه بالظبط. فين، في حاجات كده؟ في عندنا في القصر العيني وفي المستشفى الفرنساوي وفي كل المستشفيات الجامعيه فحص الاكتشاف المبكر للسرطان، واخد بالك؟ بتروح انف واذن، وتروح لدكتور امراض باطنه، وتروح لكذا عشان يطمن ان كل حاجه سليمه. افرض مثلا واحد عنده مثلا عمل وراثي في القولون، وعنده مثلا كذا قريبه عمله حاجات سرطان في القولون، نعم. يبقى ده بقى لازم يعمل ايه؟
منظار للشرج نفسه مره كل ايه سنه او كل سنتين او كل 3 سنين. ده بعد ايه سن ال20 او 30 سنه. يبتدي يتطلق دايما. طيب دكتور، يعني في ناس تقول لك سبحان الله ده احنا ما عندناش العامل الوراثي برغم كده جالها. زي الحاجة امل بتقول لك اختي ما عندناش العامل الوراثي خالص برغم كده جالها. طبعا ما هو يعني هل في بسمع ساعات ان يتقال لك ان في بعض الادويه هي اللي بتخلي ان يبقى في اورام سرطانيه، هل المعلومه دي صحيحه؟ لا 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 لان احنا ابتدينا كلنا نخاف يعني. يعني معلش هدخل اكثر ايضاحا، يعني بيقال ان بعض ادويه الرجيم اللي ظاهره حاليا واللي بتباع على السوشيال ميديا الخاصه بيقولوا ان هي بتساعد على ده. انا دي صح بقى. ليه بقى؟ لان في هنا بياخدوا هرمونات، ممنوع اخذ هرمونات بلا داعي خالص. يعني فعلا الادويه اللي بتباع وبنشوفها في المواقع الاجتماعيه وفي السوشيال ميديا اللي عم بنشوفها كتير وسمعت ناس جالهم بسببها. اي ادويه هرمونات ما تتاخدش الا للضروره القصوى يعني بس. ليه؟ لان ممكن قوي تعمل حاجات سرطانيه بعد كده. يعني دي فعلا اثبتت علميا ان هي بتؤدي لده. بالظبط. طيب